ايه اللي حصل يا امه؟ ايه اللي حصل؟ ابني بخير؟ ربنا يعوض عليك يا ابني. يعوض على يعني ايه؟ لا انا ابني مش هيموت. لا ادخلي اتصرفي، اعملي لك اي منظر، اعملي اي حاجه. شد حيلك يا استاذ فاروق. للاسف المدام وصلت متاخر وحصل اجهاض للجنين، لكن الحمد لله حالتها استقرت دلوقتي وبقت احسن، واحنا عملنا تنظيف للرحم. تقدر حضرتك تشوفها وتطمن عليها بنفسك، لكن اسمحوا لي انصحكم تودوها لدكتور نفساني يعني يساعدها تتخطى اللي حصل لها. حاضر يا دكتوره، هنعمل كل اللازم. انا ابني مات يا امه، ابني مات من غير حتى ما اشوفه او اسمع حسه في الدنيا. ربنا يعوض عليك يا ابني ويرزقك قادر يا كريم، وينتقم اللي كان السبب. قصدك مين؟ هو في غيرهم؟ ولاد محمود الرفاعي، رؤية واختها سقطوا مراتك الغلبانة، ينتقموا منك. أنا عارفة حركات النسوان دي كويس قوي. نسوان؟ قول تعابين. أكيد حطوا لها حاجة تسقطها في الشاي اللي عملته مراتك العقربة. مفيش حد جوه يا ريس. يا نهار اسود، هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ احنا كده لازم نبلغ فاروق بيه. ابلغه اقول له ايه؟ ده هيقطع رقبته. ابننا راح يا فاروق، راح. لازم تجيب حقه. وعيد الله يا داليا، ده قضاء ربنا وقدره. لا مش قضاء ربنا، دي الحقيقه اللي انت دخلتها وسطينا. رؤية هي اللي قتلت ابني، لازم احرق قلبها زي ما حرقت قلبي على ابني. استهدي بالله يا بنتي، خافي على صحتك، مش وقت الكلام ده خالص. لا وقته يا طنط، وقته. لازم يعرف ان هو السبب. الو، يعني ايه مش لاقيهم؟ لا اتصرف، اقلب عليهم المقابر لحد ما تلاقيهم. أصلاً ما ينفعش ترجع لي من غيرهم. سلام.